احنا مظالمنا طبعا من اول انشاء المنطقه الحره من سنه من 40 سنه، وهو شغال نظام ان احنا بندخل على منطقه المنطقه الحره بورسعيد البضائع، وبتطلع بنظام بنسلمها للبورسعيديه هناك، هم بيطلعوا لنا هنا ونروح نشتري من البورسعيديه وهم يجيبوا لنا هنا. بعد كده جه النظام الوارد اللي عمل بيه سنه 2003، فاحنا كلنا هنا كتجار الأنطرة وتجار جمهورية مصر العربية، أي محافظة في الدولة اللي عاوز يستورد بدأ يطلع بطاقة استيرادية ويشتغل ويروح يستورد من الصين ويطلع بنظام الوارد. كنا بنشتغل مثلا الحاوية مثلا ندفع عليها 120 ألف جنيه 130 ألف جنيه. بدأنا نشتغل من 2003 لحد 2008، بدأ البورسعيدية طلبوا المسؤولين بين التكدس بدل ما كنت ادفع 120 الف جنيه او 130 الف جنيه على الحاويه، بدل يطلبوا مني ان انا اشتغل بنظام الوزن ويجيب شهاده السي كيو، والاقي انا التكلفه عليا توصل لحد 400 جنيه في الليل. بنطالب الحكومه ان احنا نرجع لنظام الوارد اللي كان معمول بيه من سنه 2003 الى 2008، اللي بيشتغل بيه كل شريحه التجار اللي على مستوى الجمهوريه بما فيهم بورسعيد، ولا يعرض الامن للضغوط ولا للتهريب. القسيمه اللي انا دافع بيها الجمارك، لكن انت اللي بتعمله عشان تعمل نظام المنطقه الحره. وبعدين المنطقه الحره ملغيه من سنه 2005 بقرار من مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه، رجعها مرسي اساسا من ناشد المسؤولين ممثله في رئيس الوزراء ووزير الماليه ورئيس هيئه الجمارك بورسعيد. نرجع لنظام الوارد. احنا دلوقتي مطالبنا حضرتك بورسعيد في حركه 600,000 نسمه او 700,000 نسمه، هم بيطالبوا بمطالب ليهم هم خاصه بمحافظه بورسعيد. احنا بنطالب مطالب ل 30 مليون نسمه، التجاره دي مبنيه على 30 مليون نسمه، فبتخدم 30 مليون نسمه. هم عايزين يقفلوا على البضاعه عشان هم يشغلوا التهريب هناك والحاويه ام 3000 سليمه وتوصل للناس سليمه، لان التجاره بالطرق القانونيه، والتجاره دي بتخدم 30 مليون، ما بتخدمش بورسعيد بس، بتخدم جمهوريه مصر العربيه. فهي بتساند التجاره دي، بتسند. مش عايزين نعمل بطاله. لو احنا دلوقتي قفلنا بورسعيد وخلينا البضاعه بورسعيد، البضاعه بورسعيد دلوقتي لا تتسرق لا تروح لا تتاخد. تجار وناس مستوردين وعندنا سجلات تجارية وبطاقة ضريبية، واحنا مش مهربين ولا بلطجية ولا سياح، احنا ناس بنستورد